زي ما احنا شايفين معاكم من محافظة المنوفية وتجمعات كبيرة جدا للأهالي من محافظة المنوفية مستائين لما يحدث في فلسطين الحبيبة، متجمهرين هنا في مكان كبير في شارع الاستاد. بعض طلبة الجامعات كانوا عاملين مظاهرات منذ قليل، احنا الآن في داخل شارع الاستاد، تجمهر كبير من الأهالي يقوموا بعمل مظاهرات تضامنا مع أخواننا الفلسطينيين. الخارجة من أهالي محافظة المنوفية، يا أهالي
اللي انضموا لينا، اللي ساكت ساكت ليه، انت راضي ولا ايه؟